السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة محمد، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. الآن أبا أخص الشاب السعودي اللي يخصني، ولد بلدي، ولد ديرتي، السعودي. أنا ماني عارفة إيش أسوي لك، أنا ماني عارفة إيش أقول لك يا سعودي. أقوم أهبدك، أخنقك، إيش أسوي فيك؟ أنا ماني عارفة. السعودية تعاملها أخص معاملة، وساكتة عليك وراضية بالهم اللي هي عايشته معك، ولا بتفتح فمها، وراضية بالقليل، وحاضر وابشر وطيب ومو عاجبتك. أما لو جاتك وحدة أجنبية، أولا كلامها مرة عاجبك، ثانيا تحاول تتعلم لهجتها، ثالثا أمها وأبوها تجيبهم يلا تأشيرات ودنيا، رابعا يمكن أخوها قريبها تجيبه باسمك لمن يسرقك ويتوكل على الله. أنا مالي شغل، أنا مالي صلاح. لكن السعودية إيش كبيرة؟ تبغى تروح عند خالتها، تبغى تروح بيت أمها، تبغى تروح عند صاحبتها، تبغى تستقبل ناس في بيتها. الله يرش شيطانكم، تعبتونا لين متى قاعدين تسووا في السعوديات كده؟ أقول لكم شيء، أنتوا ما تشوفوا الأكثرية السعودية ما تأخذ إلا سعودي ولد بلدها؟ أجل أنتوا إحنا مو معاجبينكم ليش؟ إيش شايفين فينا ناقص وهم فيهم زود؟ خير ان شاء الله، عاد من زينكم كافي ان احنا متحملين اخلاقكم وقرفكم. والله العظيم ايش ده الاسلوب؟ ما تحترموا نفسكم وتعقلوا؟ لا حول ولا قوة الا بالله.